بالنسبة للعيش، في العيش هنا في مصر يقولوا عليه عيش، في الدول التانية عند العرب يقولوا عليها خبزة. دخلنا برضه على موضوع الفطير، وعم بنعمل فطير وبنعمل عيش سوري ورق ناشف، وفي اللي هي الفرنجي برضه الفينو، وفي كعب غزال، في بقسماط، في الحاجات ديت برضه من فضل الله اتعلمناها برضه. اشتغلنا مع ناس كتيرة من اسكندرية ومن البحيرة وطورنا منها. طول ما الواحد كل ما بيشتغل مع ناس بياخد كسب خبرة من الناس يعني. هو لما يكون الواحد غاوي اي حاجه بيعملها فهي هي هوايه. تعودنا على درجه الحراره بالنسبه لنا عادي جدا، هي بالنسبه لنا الصيف زي الشتاء زي اي حاجه، هي تعود. في مخابز تانية برضك اللي هي يقول عليها الطاقه، الطاقه اصعب من الصواني اللي هي بتلف بالعيش الشامي دي بالنسبه لدرجه الحراره يعني. الطاقه دي الطاقات بتاع زمان اللي كانت الناس تبنيها بالطوب الحراري دي بتطلع صهد كمان اكتر من الصواني. هي التركيزة هي بتبدأ من العجين، عندما الواحد يطلع العجينة بتاعتها كويسة بتطلع مع أي اللومة بتاعتها كويسة. فالعجينة بتحتاج تتمسك عليها برضو على اليد، الواحد يمسك العجنة بإيده ويطلع الإيه ويطلع اللومة بتاعتها تطلع معاك كويسة. لومة العيش إن اتعجنت كويس والواحد ظبط لها السكر بتاعها والأداء ده والخميرة والحاجات دي للعيش الشامي، فبتطلع اللومة بتاعته كويسة. لا ده حاجة، ده نعمة ربنا ما أنعمها على الناس يعني. العيش ده حاجة وبتزرع في الأرض وحاجة من أيام الفراعنة زي ما أنت بتقول يعني، إن هو ده عيش عمر الناس ما تستغنى عنه.